على التليفون. مساء الخير يا كابتن رادي. مساء الخير يا كابتن هاني وعمر وكابتن توفيق. مشاكل هذه في الكلية، وشكرا لجماهير الأهلي بالطبع اللي بتتفرج علينا. أولا طبعا منورنا في البيت الكبير وقناة النادي الأهلي. ثانيا عايز حضرتك تكلمني عن التجربة الجديدة والمشوار الجديد من خلال يعني توليك الإدارة الفنية اللي في بلجيكا في أحد الأندية اللي بتعاني شوية في الدوري البلجيكي، على أمل البقاء وإن شاء الله يكون البقاء على أيديك يا كابتن. سيركل بروش. إن شاء الله. يعني هي تجربة بالنسبة لي جديدة، بتبع في بلد جديد، لكن يعني المهمة ما هيش جديدة عليها، لأنه متعود أنا بالضغط العالي في تحضير المقابلات، متعود بالضغط بتاع المباريات، النزول او الصعود يعني لما كنت لاعب. حبيت يعني نعاون بالخبره نتاعي للفريق، يعني ليا صديق هو المدير الفني لفريق موناكو اللي هو يملك فريق سيركل بروش، هو اللي اعطاني معناتها المهمه هذيا، يعرف قيمتي، يعرف الخبره نتاعي، وحب يعطيني يعني نوع من الفرصه باش نظهر يعني قدراتي كمدرب في الفريق الاول لسيركل بروش. نعرف فريق سيركل بروش تعدى فتره صعيبه ياسر، الفتره الاخرانيه خسر فيها 12 مقابله على التوالي لم ينتصر، وطبعا كما تعرفوا خلى على المدرب الانجليزي واعطى فرصه لمدرب بلجيكي عنده الخبره، واعطاني الفرصه لي انا للانضمام للمجموعه الفنيه والمدربين كمدرب عام. كمدرب عام موجود، ودي ثقه كبيره ان طبعا كمان عارفين زي ما حضرتك قلت ان موناكو كمان هو يعني اللي رشحك لهذا المركز، وان شاء الله بالتوفيق ليك. لكن طموحاتك القريبه ان شاء الله يعني دي خطوه، وخطوه مهمه جدا، وان شاء الله ربنا يوفقكم وتبقوا في الدوري البلجيكي. طموحاتك انت على المستوى الشخصي، امتى ان شاء الله نشوف يعني نشوف حضرتك تتولى المسؤوليه كامله في احد الانديه في التوب تيم في الدوريات الاوروبيه يا كابتن؟ هو ذكى هو يعني بالنسبه لي الهدف ليا، هو الهدف يعني ان شاء الله نشوف نهار اخر نشوف ولد سعودي في فريق كبير في اوروبا، وهذا علاش يعني المده كلها عديتها يعني في تحضير الشهايد وتحضير يعني الاكسبيرينس الخبره، وان شاء الله خطوه. بالنسبه لي انا كنت مع شبان ساوثامبتون وتعلمت يعني الخبره، وتوا نعدي الخبره هذه لفريق الاكابر، وان شاء الله تربي يعني على القريب العاجل. انا بالنسبه لي هو الهدف الكبير نكون مدرب اكابر في فريق كبير ومنظم، وان شاء الله يعني نعطيهم الخبره نتاعي ونعطيهم النصائح اللي تهزنا للاعلى ان شاء الله. طبعا كل التوفيق ليك، ويعني دي خطوة مهمة جدا جدا. حضرتك طبعا على المستوى الأفريقي، على المستوى العربي في مدربين عرب على مستوى عالي جدا، على المستوى الأوروبي نفسنا إن شاء الله يكون في مدرب عربي يقود أحد الفرق الكبيرة في الدوريات الأوروبية. كل التوفيق يا كابتن جعيدي، وبنتمنى لك التوفيق، وعمر طبعا صديقك كمان موجود معانا بيتمنى لك كل التوفيق. بالتوفيق يا كابتن راضي. اعتقد انتوا حققتوا نتيجه هايله باول تعادل مع اندرلاخت من الفرق المقدمه. كابتن هاني كمان كان له تجربه في قياده ليرس البلجيكي، وبعد كده يا كابتن راضي الفوز على ماسكرون، فوز بست نقاط زي ما بنقول، في مباريات قويه اللي جايه. واسلاند بيفرن موجود في مؤخره الجدول، لكن اعتقد انها مش هتكون مباراه سهله. ايف فاندرهايخم مدرب كبير، وتوماس بافل موجود مع حضرتك في الجهاز الفني. اعتقد انه هي كتجربه نتمنى لها اكيد كل التوفيق من هنا يعني كادر عربي وافريقي مشرف، فاتمنى لك التوفيق طبعا، وان شاء الله المباريات اللي جايه تكون بنتائج فيها انتصارات باذن الله. ان شاء الله. عايشك عمر، متشكر على التشجيع كلية يعني انت والمفار والكل عامه. بالنسبه لي اشوف يعني كما كابتن هاني يشكر يعني
الممرر الافريقي ما زال مش موجود يعني بكثره في البطوله الاوروبيه، ونعرف البطوله الافريقيه والقيمه بتاعها. يعني بالنسبه لنا يعني بالنسبه لي انا شخصيا هذا هدف، لكن ان شاء الله نشوفوا ممرزين اخرين ولا لاعبين قدامى اللي يدخلوا العالم التدريب ويدخلوا العالم تدريب من باب كبير في اوروبا. بالطبيعه هذا يلزم تحضير وتاثير، ولكن تم اتفاق نوعا ما من خاصه من اللاعبين القدامى اللي لعبوا في اوروبا واللي لعبوا يعني خاصه في البطوله الانجليزيه يعني يبداوا بالشهاده بتاعهم، ولكن هذه فرصه بالنسبه لي اللي باش نذكر اللي المدرب الافريقي عنده القدرات باش يقوم بنتائج في اوروبا، لكن يلزم فرصه. سواء انا لي 10 سنين توا في اوروبا وفي ساوثامبتون عندي كل القدرات، ان شاء الله ناخذ كما قلت لك التجربه هذه توصلني يعني للاعلى. بالنسبه يعني لفاكي البروج شفنا يعني الجمعه اللي فاتت انتصرنا ضد مشكرون اللي هو فريق يعني منافس على النزول، وانتصرنا عليه اعطتنا يعني ثقه كبيره ياسر، اعطت اللاعبين ثقه كبيره ياسر، واعطتنا بالنسبه بالطبيعه للاطار الفني الوقت باش نخدموا على بعض النقاط الاخرى بالتحضير لمقابله تشيلسي. مقابله اندرلخت كانت مقابله كبيره ياسر، كنا ضد فريق كبير عنده امكانيات فرديات ومجموعه، تمكنا يعني بالتعادل، تعادل ايجابي بالنسبه لنا، وذا اعطانا كما قلت لك يعني خاصه الثقه اللي تفقدت في الفتره الاخرانيه، وبالنسبه لي تمكنا يعني بانتصار في المسكرون اللي هو فريق مش سهل، فريق صعب يلعب باللعب الطويل ويحسم يعني الكرات الاولى بالثانيه، وذا قلقنا بعض من الاوقات، لكن الحمد لله انتصرنا، وان شاء الله في المقابله الجايه ضد وزلاند اللي هو فريق يسيف يعني منافس يعني نزول، ويلزمنا الانتصار ثلاث نقاط ان شاء الله. كل التوفيق ليك يا كابتن، كل التوفيق ليك يا كابتن، نتمنى لك التوفيق ككادر عربي واعد ان شاء الله في الدورات الاوروبيه. شكرا جزيلا.